معكم. صباح الخير يا جماعة. كلنا دلوقتي ابتدينا يعني نبص على الام ار اي على طول، وكتير قوي كمان دلوقتي ابتدى يدخل العيان يشتكي يقرا كمان الريبورت بتاع الام ار اي ويمشي بقى على الدياجنوزس اللي هو جاله من راديولوجيست او يعني من المركز بتاع ال ما تزعلش مننا. فالاكزامينيشن ما زال هو الحاجات الرئيسيه قبل ما تقوم وتوصل للعيان يتحرك من قدامك. لازم تكون حاطط بروفيشنال دياجنوزس وتاخده من الهيستوري من الاول، وبعد كده تبتدي تدخل على العيان. فده مهم قوي ان انت تمشي كده. فالاول بنقول لكم صباح الخير، يعني ما بيقلبش ليه. السلام عليكم ورحمة الله. كان في سؤال دايما بقوله على حكاية العالم المصري، طبعا مش عايز النسر بيبص ناحية ايه؟ ناحية اليمين، كويس. طب ولو الرئيس الجمهورية سافر في بلد وهو المضيف، النسر لازم يبص ناحية الساري. يبص ناحية ايه؟ الساري، عشان عمره ما يبقى وشه للأرض، دايما تبقى وشه مرفوع. لو في العربية في موكب رسمي والعربية ماشية فالعلم بيرفرف والهواء جاي فيبقى باصص لقدام، تمام. لو العسكري شايله في اللي هو في الطابور العرض والعلم لقدام، ما يبقاش النسر لتحت، دايما يبص لفوق، دايما نسرنا يبقى مرفوع. فده قانون من قوانين، في قانون اسمه قانون العلم المصري يعني، والإهانة بتاعته دي ليها عقوبة يعني. فلازم نبقى عارفين النسر بتاعك دايما يبص ناحية ايه؟ الساري. طب لو جهة حكومية زي دي عملت علم نزلته من غير ساري، نزلته من فوق لتحت، يعني مبنى كبير زي ده، تحطه وش ناحية اليمين ولا ناحية الشمال؟ لا لا، تحطه ناحية اللون الأحمر، عشان هو العلم بتاعك بيبتدي بالأحمر الأبيض وبعدين الأسود، فيبقى دايما حتى لو اتقلب يبقى برضه باصص لفوق، تمام. دي حاجات كده بس يعني عشان بن بتاع نعم بيزكس كده بالاول، شويه كده وبعدين لسه البيزك. مين معاه رخصه قياده بقى؟ كلكم طبعا، صح. مين بيعرف يسوق؟ ولا واحد، تمام. انا لسه كنت في كندا وكان واحد زميلنا معروف 10 مرات يدخل يسقط. العلامه دي بتشوفوها في الطريق معناها ايه؟ لا لا غلط، لا برضه غلط. دي علامة تحذيرية بتقول لك ان الطريق فاضل عليه 150 متر، 100 متر، 150 وهيحوت بالظبط، عشان تحذرك ان انت لو طريق رئيسي زي مثلا جاي على المحور هتطلع منك طريق فرعي هيبقى كده. فدي العلامة كده. فعشان كده بقول لك انت قدامك حاجات كتير، حاجات كتير في حياتك بتشوفها زي اني بتقعد تجزمن طول النهار في كذا ركبه، وبعدين في الاخر ما بقاش عارف تفتكر نفسك ان انت بتبقى فاهم. لكن كل ما تبقى اوبزرفنج اكتر وتشوف اكتر وتحضر اكتر هتبتدي ايه؟ تتعلم اكتر. الاويرنس اللي هو ده اللي احنا بنتكلمه، عشان كده الكورسات دي مهمه جدا. ده كورس كده كنا احنا قصدي مؤتمر بنعمله اللي هو الارم، ده هيبقى من 1 لـ4، عاملين جمعيه بين روماتولوجيست والأوثوبيديك مع بعضهم في اليوم واحد، ده الاجتماع للـ 14 أو السنة الـ 14. ده الأوبجيكتيف بتاعنا اللي هو learning how to do quick and thoroughly examination، اللي هي يعني نعرف ايه collateral ligament والكروشيت والمينيسكاي والباتيلو فيمرال والأوزجد شلاتر والباتيلو فيمرال والمال ألايمنت سندروم. دي في الحاجات بتاعت النيل كومن قوي يعني، دي كده كل حاجة عشان ما حدش يقول لك ايه الركبة بس هي مينيسكاي وبتاع، لا، في باتيلر تندونوباسيس، في كوادريسيبس تندونوباسيس، في بلايكا سندروم، في لوز بودي، في بري باتيلر بسايتس. دي الايه؟ الديزيز عامه بتاعت الني اراوند ذا نيه. فدي صوره كده شامله للبتاع.
التاسك ات ذا هاند هاو تو اكزامين ذا بيشنت. خلاص لازم تعمل سيستميك ابروتش للعيان. ايه سيستميك ابروتش؟ ان انت تعرف الانجري او تاخد الهيستوري وبعدين تبتدي تليسن وتاتش وثينك. لازم تفكر في البتاع فيبقى ليسن للعيان، اسمع العيان بيقول لك ايه، وبعدين اوبتنج ايمج اللي انت عايزه، مش تدور على الحاجه اللي انت بتدور عليها اللي انت طالبها يعني معين. وبعدين طبعا تترجم الحاجات دي وبعدين تاخد كوركت دياجنوز. لو ما مشيتش بالستبس دي هتبقى بالوضع اللي احنا شايفينه دوت، الهرم بتاعك ايه سيستميك ابروش. هاو تو دياجنوز ذا نيو كومبلينت من الهيستوري. ممكن نقسمه من ثلاث حاجات، البيشنت الايج ناخدها عن طريق الايج والسكس، او ناخدها داز ذا ني سوال. وبعدين السؤال الثالث بقى از ذير از ا ميكانيكال بروبلم ولا لا. لو قلنا البيشنت ايج اند سكس دي حاجات كومن، لكن مش هذا لا يستبعد ان انت يكون عندك حاجات تانية. فدايما لو جالك عيان اقل من 12 سنه فكر في الديسكويد باللاترال منسكس في الفيميل او ميل. لو جالك من 12 ل 18 ده دايما الاوستوكوندرايتس ديسيكانس والاوستوكوندرايتس شلاتر ديزيز في الاولاد بتوع المدارس يعني. لكن البنات بيبقى عندهم البتيريا سبلكسيشن اول مره تحصل لها. من 18 ل 30 اللي هم اللي هو المنسكس انجري طبعا بالكوره والكلام دوت، وريكالنت ديستوكيشن باتيلا في الفيميل، كوندور ماليشيا باتيلا في الفيميل، وفات باد انجريز. من لغايه 50 الروماتويد وروماتويد، ديجنتيف من 55 اقل، والاسر اساس من 45 واحنا طالعين. ده لو كان البيشنت خدناه من ناحيه الايج والسكس. لو جينا من ناحيه داز ذا ني سوال خلاص، لو في افيوجن يبقى هنا وجود افيوجن نفسه كمثال، يبقى هنا بريزنس اوف باثولوجيكال ويتش ماست بي انفستيجيتد. وبعد then synovial inflammation يبقى اللي هيحصل لفلويد لا بلاد لا باس. absent of effusion does not exclude the pathology but less likely. long standing meniscal lesion will also arthritis can be occur. طب is there is a mechanical problem؟ دي بتاخدها طبعا من الهيستوري. history of initial injury لازم تعرف الميكانيزم بتاعها، الdegree الdirection والايه والincapacitating يعني العيان قدر يكمل الماتش ما قدرش، knee giving way ولا ما تقدرش، يبقى going down stairs or jumping يبقى ده دايما نفكر في كروشيت ليجامنت، او تويستنج اند ووكينج وان ايفنت جراوند ده فكر ان هو ما بيقدرش يعمل الحاجات دي، يبقى ده فكر في المينسكال انجري. اني لوكد اللي في عندنا ترو لوكينج وسودو لوكينج هنتكلم عنهم بعد كده. نيفر لوكينج ان فول اكستنشن، فول فليكشن بات ليميتد اكستنشن بلس فورين بودي امنسكال تسمع على الكليك. والبين لازم تعمل اناليسيس للبين اللوكاليزيشن. duration of the pain and where is the pain اللي هو anterior، نفكر في الحاجات اللي هي anterior compartment، posterior المسكاي، medial compartment واللاترال في كل ايه الاناتوميكال لوكيشن. always consider referring pain from the spine. محدش يفتكر ان لما يجي examination للني بس، لا examination للني وتبص على الهيب والسباين. الهيستوري بقى الحاجه دي جايه تروماتيك ولا اتروماتيك. اتروماتيك اللي بكونسيدر انفيكشن والجاوت وتيومر وانفلاميشن والارثرايتس، ريفيرد بين فروم رامبر سباين اند هيب والاوست ارثرايتس والباتيلو فيمورال مال سندروم. تروماتيك يبقى اي حاجه من الحاجات من اول سبرين لغايه الفراكشر فراكشر ديسلوكيشنز. الميكانيزم اوف انجري خلاص. لو واحد بيقعد على البلاط وبيشتغل مبلط يبقى دايما عامل فليكشن، فبرونج فليكشن وهايبر اكستنشن يبقى يفكر في البوستيريو هورن اوف ذا ميدل اور لاترال منسكس. هايبر اكستنشن انجري واحد بيزق العربيه برجليه اللي بيعملوها دي، يبقى الانتيريو تيبيال اور فيمورا كونداي والبي سي والاي سي والبوستيريو كبسول والفات باد. فالجاس او فارس بلس فارس روتيشن يبقى لاترال تيبيال اند فيمورا كونداي. فارس سترين بس يبقى ميديال تيبيال اند فيمورال كونداي. فليكشن ويز بوستيريو تيبيال ترانسليشن اللي هي الداش بورد اللي بتحصل في العربي قاعد جنب السواق، يبقى ده فكر في البي سي ال ومجموعه الايه الباتيلا سبلكسيشن وفيبرال باتيلا فراكشرز. اجريفيتنج فاكتور الحاجات اللي بتزوده المينيسكال باثولوجي اللي هي جيفنج واي واللوكينج والبريزيستنت سويلنج والبين والسبيسيفيك. بعدين نفتكر دايما عندنا اللي هي الباتيلا مال تراكينج سندروم اللي هي دايما البين اون نيلينج اند سكواتينج، بين اون ستيرينج، بين اون سيتينج، وبعدين نسمع الكريفيتس. اجريفيكن سيمتومز خلاص ده الاوستو ارثرايتس دايما معاها، بص على الويت بيرنج وتشينجينج البوزيشن، وبيقعد فتره يطلع السلم ينزل نيلينج وستيف في المورنينج. ليجمنت باثولوجي افتكر البيفوت شيفت والفارس والفالجاس وما جيفنج
way with a certain movement if mechanical unstable. Other important questions لازم تسأل العيان عليها وتفتكره. Does the knee swell and was it immediately? أي حاجة تحصل immediately يبقى لازم دي حاجة فيها traumatic. يبقى immediate swelling indicated hemoarthrosis. يبقى sensitive for ACL. Was there is associated pop or click? Does the knee looking morning stiffness and clearing questions اللي هي مهمة قوي اللي هي loss of weight عشان نستبعد الحاجات اللي هي night pain عشان المالينجنسي. Investigation اللي هي موجودة للركبة كلها هم دول الموضوعين. Examination of the other joint لازم comparing the other joint. لازم تعمل aspiration بعض الأحيان وتعمل منها culture sensitivity لو أنت شايف. Blood, X-ray, loss of the joint. وشست X-ray لو أنت شاكك في tuberculosis, MRI. Examination under anesthesia والarthroscopy دي من الحاجات اللي هي بقت semi-invasive. يبقى الexamination بتاعنا أربع حاجات: looking, feeling, measure and movement test. ناخد واحدة واحدة كده. Inspection هتبص على الركبة من ناحية ايه؟ هنبص عليها في الأربع جهات. هي 360 درجة 90 درجة 90 90 90 خلاص. And cause symmetry, swelling and bruises, scarring, rash, deformity, wasting and purser. لما تشوفها red يبقى تعرف ان دي hot شوية. Patellar position تشوفها بالنسبة للكوادريسبس. والإكسنسور apparatus intact or not. النيه alignment مهمة جدا. في حاجة اسمها البودي لانجوج. العيان ما تقعدش تبقى مشغول شوف العيان هو داخل. بعض الأحيان من المشية بتاعته تعرف ده ني ده هيب ده سباين الحاجات دي كلها في العيان بتاعه. فتبص على الجينوفيرم اللي بوينج والجينوفالجم كان بريدسبوزي تو باتيلو فيمورال سندروم. بص على الكوريكت الاكسس خلاص الني فليكشن ديفورميت الالايمنت الفالجس الفارس. الجيت بتاع العيان مهم قوي لان طبعا اس ارثيدك نيب تلاقي ماشي غير الهيب لما بيمشي بالابدكتور اللي هي وادلين جيت. جينوفيرم فارس مبي بيج او جينوفالجم. فوق شوف الفليكشن ديفورمنت وانت باصص على العيان وهو واقف فتقدر تعرف الفارس والفالجس والفليكشن ديفورمتيز. بص على النيب تشوف الباتيلر بوزيشن سبلكسيشن. بص على السنتر اوف ذا جرافيتي العيان ده جاي بفليكشن انتيتيود هل هو ده انكوركت بوزيشن ولا انفليكشن ولا ان اكستنشن هايبر اكستنشنز. بالبيت بقى العيان لما بتيجي تفحصه تحط ايدك عليه. لما تيجي تفحصه لازم تفحص اللي هي الاناتوميكال لاندمارك. ايه الاناتوميكال بالبيتس بيشن ان ذا سيتنج بوزيشن ده مهم قوي. او تدني ركبه العيان اللي هي كانك عامل الثمانيه وتبتدي تفحص اللاندمارك بتاعتك ستارتنج وذ ذا جوينت لاين اللي هو الميد جوينت لاين. ده الاناتوميكال لاند مارك عندنا الباتيلا عندنا الباتيلا كوندايل عندنا الباتيلا تندونز والتبروزيتي. دول الحاجات اللي هي مور برومينانت. لو اختفت منهم اي حاجه يبقى معناها ان في حاجه something wrong. ده الاناتوميكال لاند مارك اللي هي الموجوده اللي هي سوبرا باتيلا باوتش والميديال والبيرسا والبيس انسرس والحاجات دي كلها هنشوفها مع بعض. برضو دي صوره للاناتوميكال لاند مارك لاني مهم قوي ان انت تبقى شايفها وتكومبيرنج بالاذر سايد. نيجي للانسبكشن كمان شوف الباتيلو فيمورال سندروم ده مهم اللي هي جي ساين. الجي ساين ده بيحصل من سبلكسيشن للباتيلا هنقدر نشوفها في الفيلم دوت. بص على الباتيلا اللي هي ليفت سايد بتعمل زي الجي بتعمل سبلكسيشن. جي ساين ما يعمل هذا اكسنشن بتلا يحصل لها ايه سب لاكسيشن دي. فلما نيجي للسوفت تيشو بالبيشن قلنا ان احنا نقسم الركبه ل 360 درجه الانتيريور واللاترال والميديال والبوستيرو. كل واحده ليها ايه اناتوميكال لاند مارك او نسميها زونز يعني الانتيريور زونز وكده. فلما نيجي بالنسبه للانتيريور فوق كده واحنا طالعين نحط ايدي على الكوادريسبس لو عنده ويستنج او حاجه دي بتدي لك ميرور لايك يعني. بعد كده بتحط ايدك على التبروزيتيز وتحط ايدك على الباتيلر تندونز وتشوف اللي ايه البيرسا اللي قدام واللي ورا اللي هي سوبرفيشال والانفرا باتيلر بيرسا والبيري باتيلر بيرسا. طبعا دي من الحاجات اللي تشوفها. بالبيتد اللي هي الابر بول واللور بول اوف ذا باتيلا اللور بول اوف ذا باتيلا والباتيلر تندون والتبروزيتي. دول الثلاث حاجات اللي موجوده في الباتيلر تندونز اللي هي انفير بول اوف ذا باتيلا هيبقى دي تفتكر في سندر
لارسون جونسون سندروم والباتيلر تندون ده اللي هو سندر لارسون جونسون سندروم. وبعدين بنشوفها في الاولاد اللي هم بتوع الرياضه اللي طبعا الابهات دلوقتي بتنافسوا في اولادهم كل واحد فاكر ابنه يحب محمد صلاح فبياخد مراته يوديها تروح بالولد الصبح النادي وترجعه النادي وبتاع ويقعد يلعب ويجي لك وهو عنده فرولك سندروم ورجليه مفطحه كده وعايز يبقى ايه بطل يعني. دوت من الحاجات اللي احنا بنشوفها. وبعدين البرسايتس يعني. نيجي على الميديا زون اللي هي البالبيتس ميديا المينيسكس اللي هي الانتيرو بارت والكورونري ليجامنتس. لما بنعمل انترنال روتيشن بيبقى المينيسكس سبلكسيتد فتقدر تحسه. لما تعمل اكسترنال روتيشن والعيان في فليكشن يبقى المينيسكس بيبقى ايه ريديوس ان ذا بوزيشن. بتقدر تعرف منها الميديال واللاترال كل الميديال كولاترال ليجامنت. وطبعا ده بيتكون من تو بارتس سوبرفيشال بارت والديب بارت. وتقدر تعمل منها البيس انسرس ممكن تعمل بيها الاكزامينشن والبالبيتنج. وطبعا دول حواليهم كام بيرسا هنعرفهم كده. اللي اعرف البيرسا اللي حواليهم هم اربعه بيرسا موجودين بين الايه اللي هم التندون الاس جي اس. نيجي للسوفت تيشو بالبيتنج في اللاترال زون اللي هي اللاترال منسكس اند اتس كورونر ليجامنت ده في الانتير بارت. طبعا ترجع في الميد في الميد لاين هتبان اللاترال كولاترال ليجامنت. وبعد كده اللاترال كولاترال ليجامنت ممكن تعمل له اكزامينشن تحسه بالطريقه اللي ايه تخلي العيان يحط رجل على رجل او تعمل في هو العيان عامل بنفس البوزيشن ده تقدر تحس باللاترال كولاترال ليجامنت. وبعدين ممكن تعرف منها الايه البايسبس تندون ومعاها الايه الكومن برونيوم وراها. وتقدر تعمل التست دوت عشان اللي هو الاليوتيبال تراك تخلي العيان يحط كعبه في رجله ويحاول يرجع لورا اجينست ريزيستنت فيبان الاليوتيبال تراك ده في حاله الفريكشنز. تقدر تعرف الهيد اوف ذا فيبلا وتعمل بيركاشن عشان تشوف الايه الكومن برونيوم. تيجي على البوستيرير بارت اللي هو الجزء الخلفي تحس فيه اللي هي مهمة أو البكر سيست والسيست بتاعت الإفيوجن. بالبيتنج اللي هي الإفيوجن بتعمل اللي هي الميلكينج اللي هو بتعمل سكويزنج للفلويد لغاية الميديال أسبكت وبعدين بتحس اللي سريل أو تحس فلكتويشن موجود. ممكن تعمل اللي هي بالوتمنت اللي هي بتعمل سكويزنج للسوبروباتيلر باوتش كلها للفلويد وتحط إيدك على الباتيلا بتحس إن هي فلوتينج. ده إكزامبل لي تعمل بريشر او ديسبليسمنت للفلويد فبتدي بيدي لك بريشر. باتيلر تابينج تيست طبعا كلنا بنعمله اللي هو بنعمل سكويزنج للفلويد في الرمسوم باتيلر باوتش ونعمل بريشر على الباتيلا نحس ان هي فلوتنج. بالبيتنج افتر ذا تروما لو احنا بقى في الهيستوري خدناها ان هو حصل سويلنج يبقى افتر تروما نفكر في الاي سي ال والبي سي ال والمنسكاي والباتيلر ديسلوكيشن والانترا باتيلر فراكشر دي مهمه قوي او الانترا ارتيكولار فراكشر. بس مهم قوي تفكر كتير قوي ان في حالات السول كولاترال ليجامنت انجري اللي هي الميديال واللاترال كولاترال ليجامنت ما فيش دايما معاها افيوجن فالسبرين ما بقاش معاها افيوجن لكن لازم يكون في حاجه انترا ارتيكولار عشان يحصل معاها. كوز اوف نون تروماتيك افيوجن نفكر طبعا في الديزيز اللي هي زي القصة أرثرايتس الروماتويد أرثرايتس السودو جاوت والجاوت الحاجات دي كلها دي من الحاجات اللي تعمل لنا اللي هي نون تروماتيك افيوجن أو زنية. طبعا الثلاث حاجات اللي هي بالنسبة للكلينيكال تيست فور باتيلا موبيليتي مهمة قوي نعرف الثلاثة دول اللي هي باتيلا جلايد وباتيلا تيلتنج والباتيلا جراوند تيست اللي هم دول
الباتيلر جلايدنج اللي هي بتحاول تحرك الباتيلا بالوضع اللي احنا شايفينه، اللي هي بنقسم الباتيلا الى ثلاث اجزاء، فلو هي بتقدر سبلكسيتد عشان نقدر نعرف فيها الموبيليتي بتاعت الباتيلا، وده الاكزامبل بتاعت اللي هي الباتيلا جلايدنج جلايد، وده الاكزامبل ليها. ممكن تعمل باتيلا تلت عشان تعرف بيها اللي هي السبلكسيشن او ما بيحصلش، اللي هي بوزيتيف تيست اللاترال اسبيكت اوف ذا باتيلا از fixed and cannot be raised to at least horizontal position indicated tight lateral structure اللي هي الاليوتيبيال باند وبريدسبوزنج تو باتيلو فيبرال مال سندرومز اللي هي زي حالات الكوندروماليشيا باتيلا. دي عندنا الباتيلا جرايدنج تيست، ان انت بتعمل كومبريشن على الباتيلا على الارتيكولار سيرفيس فتدي لك البين العيان اكسبريس بين، ده اكزامبل ليها. اول ما العيان يتعمل كومبريشن يبتدي يعمل اكستنشن، تبقى انت بتشد بالكوادريسبس يحصل جلايدنج موفمنت بين الباتيلا والارتيكولار سيرفيس اللي هو الفيمورال ارتيكولار سيرفيس يدي له بين. الابريهنشن تيست از ذا سيم، بيشنت از ابريهنسد اف ذا اكزامينر تراي تو موف ذا باتيلا لاترالي. طبعا بنبص على العيان، المهم ان هو بنبص على الموفمنت، الموفمنت اثنين اكتف وباسيف، مفيش حاجه اسمها موفمنت لوحديها، لازم تشوف الاكتف والباسيف. الاكستنشن دايما عندنا 0 ديجري، اكتر من كده بيبتدي ريكافيتم، والفليكشن لغايه 135 بتختلف بقى من السيمين مرفيع اللي هي ال 135 دي بتختلف عشان خاطر البلك بتاع الماسل اللي هي الهامسترنج من ورا. ده الموفمنت اوف موشنز اللي هي حوالي 140 درجه والاكستنشن 0، لكن اهم حاجه في التست بتاعت الموفمنت يتعمل بالطريقه دي، ده التيبيكال موفمنت بتاعت النيه. السبيشال تيست المكموري تيست ده من الحاجات اللي هي لما يكون عندك بقى العيان داخل في الهيستوري بتاعت التروما، يبقى تفكر في الابلايد فالجس ستريس والزني ات زيرو اند ات بيندنج 30 ديجري، بنعملها في الزيرو اللي هي دوت عشان نعمل لللاترال كل ستراكشر سوري الميديال كومبارتمنت او ميديال ستراكشر ميديال ستابلايزيشن اوف زني. لكن لما بنعمل في فليكشن يبقى بنعمل 30 درجه، بنعمل اكزامينشن للميديال كولاترال ليجمنت باس، يبقى احنا بنطلع ايه الاذر فاكتور. لو عندنا البين فيبقى عندنا مايلد سبرين، بين واللاكسي يبقى مودريت سبرين، نو فيكسد اند بوينت يبقى عندنا كومبليت تير للايه ميديال كولاترال ليجمنت. ده التست اللي احنا بنعمله في فول اكستنشن وفي 30 ديجري ايه فليكشن. نعمل بالسبيشال تيست اللاترال كولاترال ليجمنت ابلايد فارس ستريس والزني ات زيرو اند بيندنج تو 30 ديجريز، برضه نفس الحكايه، بين في المايند يبقى ده سبرين، وبين واللاكسي مودريت سبرين ونو فيكسد اند بوينت كومبليت رابشر لللاترال كولاترال ليجمنت. ده الاكزامبل للاكزامبل لللاترال كولاترال ليجمنت اكزامينشنز. نيجي للسبيشال تيست الاي سي اللي هو الانتيريو كروشيت ليجامنت، وده من بقت كومن قوي عشان الاصابات اللي موجوده باللعيبه. فبيشنت سوباين وذ ذا ني فليكسد 90 ديجريز السبلاينز ذا بيشنت فوت باي سيتنج اون ات اللي احنا الوضع اللي احنا شايفينه دوت، ونبتدي نعمل اكزامينشن. اهم حاجه وانت تحط ايدك على المجموعه البوستيريور ان تكون الهامسترنج بتاعته دي ايه لاكس، ما تبقاش تايت خلاص. ده التست الثاني اللخمان تيست اللي هو ذا بيشن سوباين وذ ذا ني فليكس تو 30 ديجري بول ان ذا تيبيال توارد يو، وده اللخمان تيست. يعتبر وان بلين ستابيليتي. في طرق تانية كان ممكن نعملها، لو انت واحد ضخم وانت يعني صغير او واحد، فبنعملها بالطريقة اللي احنا هنشوفها كده.
واحد اللي عنده سمول هاند مش بنحط بنحط ركبتنا وبنعمل بنفس الطريقه ديت بالظبط كده. يعني دي طبعا دكتورة عظام عصفورة يعني بالنسبة للشخص اللي قدامها فيدوب. في طريقة تالتة اللي هي نعملها بإيه؟ بطريقة إن احنا يبقى العيان سيتنج بوزيشن كده ونقدر نعمله بالوضع اللي احنا شايفينه. يبقى دي التلات طرق اللي احنا ممكن نعمل بيها. ده اللي هو الاي سي اللي هو لاخمان والانتيريو دروور تيست ار بوزيتيف اف ذير از انكريس في الامونت اوف ذا انتيريو تيبيال ترانسليشن كومبيرنج ويز ذا اوبوزيت ليج. اهم حاجه لان بعض الاحيان في ناس عندهم شويه ليجمنت لاكسي فممكن يبقى مسليدنج اند ذير از نو فيرم اند بوينت. البوفيت شيفت بقى من الحاجات اللي هي بقت كومن او بنستخدمها في الاي سي. ده هاز ا سبيسيفيك ديتكت ذا اي سي ال انجري ودي بتتعمل عشان بنعمل العيان وهو فول اكستنشن بيحصل displacement وبعد كده لما بتبتدي تعمل flexion و internal rotation بيبقى يحصل معها relocation للتيبيال بلاتو. وده الاكزامبل بتاعتها اللي هي بيبت شفت بيحصل anterolateral instability the lateral tibial plateau subluxed in extension reduced in flexion by the iliotibial band. فده اللي هو البيبت شفت وده من الحاجات الاسبيسيفيك كويسة من الحاجات اللي هي كومن او بتستخدمه بس بنفضل نعملها اندر انستيزيا عشان بتبقى بينفول شويه. البيفوت شيفت ده الاكزامبل ليها خلاص سريع. البي سي طبعا من الحاجات المهمه قوي ان نفتكر اللي هو التيبيا سلوات العيان ده عشان فيها بوزيتيف في بتاع فده التيبيا سلوات اللي هي الموجوده ممكن تعملها بالطريقه اللي احنا شايفينها اللي هي تعمل فليكشن للنيز وده التيبيا سلوات. ده الساك ساينز اللي هي موجوده ان هي بتلاقي التيبيا ساج بتصير فتيجي تدي لك فولس بوزيتيف على انتيريو دروور تيست لا فهي مش اسي مش الانتيريو كروشيت ليجن. طبعا المينيسكاي المكموري تيست كلكم عارفينها بس اهم حاجه كلكم بتروحوا ماسكين لنا من فوق من التوماليولاي لا المكموري يتمسك من الانك من الهيل والبوستيرو بارت الكروشيت يتقسم الى ثلاثه بوستيرو هورن والميدل سبستانس والانتيرو. المكموري بيفحص الاثنين دول بس اللي هو البوستيرو والميدل سبستانس الانتيرو ما بيتفحص بالمكموري تيست. ده التيست بتاعت المكموري اللي هو من سكاي. معلش يا بيبي ليه بنمسك من الهيل؟ بتبقى انت ماسك وتقدر تعمل بيها الجلايدنج لما بتمسك من الجزء الوراني ده ما بتبقاش ماسك متحكم فيها. وبعدين انت بتقدر تعمل بريشر على البوستيرو ده اللي هو التيست معمول بيها كده لكن بتبقى ماسك انت القدم نفسها في ايدك. هو ليشن كده مش روتيشن هو الهيل ده عامل زي ايد المفاجاه يعني بها بي ان نمسك الهيل ما نمسكش ما بتقدرش زي ما هو يعني حضرتك تعمل روتيشن بمفاجاه لازم يبقى له ايد عارف زي الدي شيب كده فهو الهيل والحته بتاع الفوت كانها تي شيب تقدر تعمل روتيشن اللي انت عايزه وتمتنت التحكم اسهل فيها اسهل بس مش غلط يعني ان احنا نعمله if you can حاول تمسك كده من الكف وتعمل كل واحد وايده يا راجل كل واحد وايده يعني بالنسبه لنا احنا غلط يعني لو حضرتك ايدك اقوى اكيد هيمشي طبعا المكمول تيست اللي احنا قلناها وبعدين طبعا ده التيست الانتيرو بارت بقى ده بيتفحص بالتيست ده الانتيرو هاف اللي هو الانتيرو الجزء بتاعت المسكاي تمام ده بيتحس اللي هي ابلايد جرايندنج تيست اللي هو بكمبريشن وطبعا ايه المومنت ديستراكشن ده موجود دي حاجه ده الاوبر تيست ده من الحاجات المهمه قوي اللي تعرف عشان الاليوتيبال باند تايتنينج البيشن لاي اون ذا ان افكتد سايد وده الاوبر تيست مش هنشوفه بقى عشان خاطر الوقت لكن كلكم بندخل في الاكزام ونقول لك خلصت تقول لي خلصت وتنسى الحاجتين مفيش عيان اورثوبيديك يطلع من عندك الا ما تكون فحص النيورو باسكولار مفيش عيان تفحصه لاي حاجه الا ما تكون عامل نيورو باسكولار خلاص فالنيورولوجي مهم جدا والباسكولار مهم جدا للعيانين فدول الخمسه بيز افتكروهم دايما تحطهم كده في اي حاجه تبقى انت مطمن لنفسك
النيورولوجي طبعا البرونيال نيرف اللي هي بالبيتس ذا دورسم وذا سيرفيس السنسيشن، والبرونيال نيرف بتعمل اكستنشن للبيك تو وفلكشن للبيك تو ده تيبيال نيرف. يبقى ريفيرد بين، ما تنساش ان احنا اي حاجه بتفحصها في العظام البين لوكالايزد وجاي من حته او راديكولر، افتكروا كده. ما فيش حاله من الحالات تفتكر تركز على الاورجنز اللي انت فيه بس، لا لوكالايزد لوكال بين وجاي لك، ممكن يبقى جاي لك من حته تاني زي كتير قوي اللي هي السليب ديكابيتال فيمر ابيفيس ده الاوسكي. وبعدين دي خلصت انا قطره الماء تسقط الحجر لا بالعنف لكن بتواصل لايه السقوط. المعرفه اللي تحضر كتير، هتبص تلاقي نفسك بقيت عندك تعب. ده اللي انا محذر منه ده خلاص، اللي هو ريلاتيف سندروم. مهم قوي ريلاتيف سندروم ده، بتيجي انت تقول يا المسمار ده مكسور. ايه المسمار مكسور؟ يعني واحد مركب شريحه فيها 20 مسمار وحصل يعني العيان يفضل ماسك الاشعه وعمال يلف بالدنيا كلها. فيعني كل واحد يبقى يخلي باله في التعبيرات بتاعته بتاع. واسهل حاجه العيان يقول لك هو الدكتور غلط. ايه غلط؟ ماسك شيست ومقلوبه وبيشرح للتاني، والتاني شوف مركز معاه فاهم اه، واللي بعده كمان والتاني فاهم، ده فاهم واللي تاني برضه فاهم منه اللي فاهم بالظبط. فده هياخد دي وهيطلع يتخانق وبالذات زي ما انت شايف. في دكاتره ما بتمسكش الاشعه بالثقه دي، وده بيقلل من بالظبط. كل واحد عنده شخص عزيز عليه طبعا، كل واحد يتصور مع اللي بيحبه، فده طبعا ده يعني بالنسبه له ده اكل عيش يعني. فده بالنسبه له، وده عيادة النساء والولادة رجال. ودي طبعا ايه لما الدكتور يقول لك مسموح بنص رغيف لما تيجي تعمل ريجيم، فده النص رغيف بتاعك. وطبعا انا في الرقعه الثانيه هنخلص بس واكلمك يا ابتهال. ده بقت كده يعني، بقت الموضه كده، لا في تركيز في الصلاه ولا في تركيز في الحياه بتاع. وده طبعا كل واحد طبعا ياخد دايما دوروا على ان انت تحاول تاخد ريلاكسيشن. الحياه كلها مش جري، دور على الحاجه اللي تساعدك دايما تفكر فيها. مع العمل الجماعي خلاص تشم رائحه النجاح. دي الجمعيه بتاعتنا احنا طبعا جمعيه كويسه، فاحنا بنحب رائحه النجاح موجوده فيها يعني. في الاخر بقول لك تمضي الحياه وانت تطلب انسها والانس كل الانس في القران الكريم. كل سنه وانتم طيبين. دايما انا لما بكلم دكتور مالك في اي سيرتيفيكتي يعني سفاك